الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، نتابع مع نذكر إخواننا أنه الدروس كلها هذه موجودة على اليوتيوب، قناة اليوتيوب بتاعت المسجد. الذي يريد الدروس كلها موجودة هناك. نحاول إحنا نستمر علشان أمامنا لسه كتاب طويل إن شاء الله. نتابع مع التذكير بموضوع الفاتحة أمس. نزيد فنقول أن بعض كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وبعض كبار الأئمة كابن المبارك عبد الله بن المبارك كانوا يحكون على عدم قراءة خلف الإمام. وهناك حديث عند ابن ماجه أن هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا إنما هو تفسير لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن هذا هو التفسير لها. وأيضا الذي ينظر في الأحاديث يعرف أن الإنصات يعني الإنصات الذي يسمع مع الإمام يقرأ مع هذا ما أنصت، ينصت لنفسه. انتبهوا، هذا أمر خطير أن يحافظ عليه الإنسان بحيث أنه هو يستمع لما يتلى من القرآن جهلياً الصلاة حتى يستفيد من الآيات والذكر. وإن شاء الله عز وجل، وخلاصة الأمر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. انتهى الإشكال، يعني الواحد ما يخاف على الفاتحة ولا على أي شيء، لأنه إذا قرأ الإمام الفاتحة فهي قراءة من المأموم، هذا في الجهلية. السرية واجب أن تقرأ، وأنا ذكرت إخواننا الذين يؤمنون في الصلاة في السرية خاصة في الركعة الثالثة والرابعة، وفي حتى الجهرية الركعة الثالثة والرابعة أعطوا الناس فرصة تقرأ الفاتحة. كثير من الإخوة الأئمة هذا في وين ما بتروح في مساجد العالم اللي وراهم ما يقدر يخلص إياك نعبد وإياك نستعين وقل هو كبر. أعطوا الناس فرصة وراكم تقرأ، واقرأ آية آية مقطعة، فاتح تقرأ آية آية مقطعة وتعطي الناس نفس حتى ينتهوا منها بإذن الله. ذكرنا التأمين أيضا وجهر الإمام به. الآن نقرأ عن قراءته بعد الفاتحة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. جوز يعني قرأ سورة قصيرة، ما قرأ سورة طويلة حتى يناسب وضع الناس من خلفه. طبعا ما تنسوا الكبير في السن المريض لعارض الجو كذا، الواحد يعني أحياناً يطيل أحياناً لا يطيل في القراءة. والعشاء مثلاً وقت الناس تستعد للنوم للراحة بعد يوم عمل طويل، فأحياناً يطيل أكثر الأحيان الصور التي سوف نذكرها بإذن الله. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستري السورة أكثر الفاتحة. Sometimes a lengthy سورة، sometimes a short سورة. If it is time, if it is during travel, or because he started coughing, or illness, or maybe an infant is crying. Anas ibn Malik رضي الله عنه said that Rasulullah صلى الله عليه وسلم once didn't read long surahs during Salat al-Fajr. And he, in another narration collected by Imam Abu Dawood in his book Al-Masahif, he recited the shortest surah in the Quran, and he was asked, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was asked, why did you make the recitation short? He said, I heard
the crying of a baby, and I thought that his mother and I thought that its mother is she's praying with us, and I wanted to make her heart not being worried about it. So about the baby, so he made the recitation short. This hadith is collected by Imam Ahmad using an authentic chain of narration. وكان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائها. رواه البخاري ومسلم. Also he صلى الله عليه وسلم used to say, I would start the salah and wanting to make it longer, but when I hear the crying of a baby, I would shorten my salah, meaning the recitation, not the sujood and rukua recitation, because I know that his mother would be worried from the crying of the baby. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, usually when he started the surah, he would finish it. And there are many hadith to come about this. ويقول أعطوا كل سورة حقها أو حظها من الركوع والسجود. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة الإمام أحمد وعبد الغني المقدسي في السنن وسنده صحيح. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whenever he started the surah, he would finish it. Inshallah, we'll bring the proof to that a bit later. And he used to say, give every surah its due right from ruku' and sujood. شو معنى هذا؟ إذا أطال في القراءة يطيل في الركوع والسجود أيضا. بمعنى يطيل كأن الركوع والسجود يناسب مثل هذا هذه القراءة الطويلة حيث أنها تكون صلاة كاملة بهذه الطريقة. لكن إذا طبعا قرأ سور قصيرة ما يقصر في السجود والركوع. أن هذا ليس المقصود، المقصود السجود والركوع هذولا دائما تامين كاملين حلوين فيهم دعاء. ونحن نحاول جهدنا أن نطيل حتى نقرأ لأنفسنا وأنت تقرأ أنفسكم الدعاء الذي يعني يوفقكم الله إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم used to say, give every surah its due right from ركوع and سجود, meaning if you read a long recitation, make the ركوع and سجود longer. To be suitable for the kind of recitation you're making. هذا الحديث collected, this hadith collected by Imam Abi Shayba. And Imam Ahmad and Abdul Ghani al-Maqdisi. وفي لفظ لكل سورة ركعة. رواه ابن نصر والطحاوي بسند صحيح. ومعنى الحديث اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة. اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملة. والأمر للندب بدليل ما يأتي بعد ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم used to say, give every ركعة a surah. Every ركعة a surah. And this way, the recitation will be comparable with the complete ruku' and complete sujood that are required in the salah. وكان تارة يقسمها في ركعتين كما روى الإمام أحمد وأبو يعلى. ومعنى هذا كان تارة يقسم سورة واحدة في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. وهذا الحديث رواه إن شاء الله يأتي قليل بعد قليل عن صلاة الفجر أنه أعاد قراءة الركعة السورة اللي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية في صلاة الفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم used to sometimes also divide a سورة within the two ركعة. So you know, half part and part. Until the surah is finished in the both raka. This hadith collected by Imam Ahmad and Abu Ya'la
And another narration, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would repeat and recite the same surah he recited in the first rak'ah, also in the second rak'ah. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. Sometimes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recites more than one surah in one rak'ah. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم يعني يأم الأنصار في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به يعني بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقال إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك يعني تشوف أنها مش كافية حتى تقرأ بأخرى يعني بعدها فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى يعني هم يقولون هذا الاقتراح تقرأ قل والله حال خلص تكفي تكفي إما تقرأها وإما تقرأ ما تقرأها وتقرأ غيرها فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم يعني الحق أنه هو الإمام يقول والله أنا بسطة للصلاة يعني عجبكم ولا خلي واحد آخر يؤمكم في الصلاة وكانوا يرون أنه من أفضلهم فمش عايزين واحد ثاني هم حابينه هو وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها يعني أحب سورة الفاتحة قل هو الله أحد فقال حبك إياها أدخلك الجنة رواه البخاري تعليقا والترمذي موصولا وصححه يعني الإمام الترمذي This is a great hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa was told about a man from the Ansar who used to lead the people in Qiba, Masjid Qiba, as the Imam. Whenever he recited the surah after al-Fatiha, he would read قل هو الله أحد. And then he would start another surah. So they told him he would do this in every rak'ah, meaning what the recitation is allowed. Jahriya. So his people said to him, you start with this surah, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ and you think it's not enough, so you read something behind after it. So either you read by it, or read something else, but don't keep combining them, that's what they mean. He said, I'm not gonna do that. If you like me to be the imam for you, this is the way I read. If you don't like it, choose somebody else. But, his people thought that he was the best among them. They didn't want anybody else. When Rasulullah ﷺ came to them, they told him about what this man would do. And Rasulullah ﷺ said, Ya Fulan, what prevents you from doing what you, people are ordering you to do, or commanding you to do, or instructing you to do? Because they can give him instruction, and he can, like we said here, refuse or do what they say if it, both of them are. وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. Why do you read this surah in every rak'ah? He said, because I love this surah. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, your love for the surah entered you into Jannah. Entered you into Jannah. Imam Bukhari reported this in the way of ta'liq, meaning he did not mention the chain of narration. And there are two types of ta'liq in Sahih al-Bukhari. One of them he would say, such and said, meaning the hadith is established to him. This is the kind. The other type, he would just mention a narration, even though if it wasn't established according to his standard. Anyway, Imam al-Tirmidhi collected the entire chain of narration, and Imam al-Tirmidhi said that this hadith is sahih. جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة وكان يقرأ
بين أن الرائح من المفصل، يعني السور متماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص، والمفصل منتهاه آخر القرآن اتفاقا وابتداؤه من قاف على الأصح، سورة 50 قاف. وكان يقرأ بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن 55 آية، سورة 55 78 آية، والنجم 53 و 62 آية في ركعة. واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، إذا وقعت والنون في ركعة، هاي في الركعة الواحدة تبعها. سأل سائل والنازعات في ركعة، هذول النظائر اقرأهم في ركعة واحدة. نبدأ من أول، نذكركم جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. وكان يقرأ بين النظائر من المفصل، المفصل من آية من سورة 50 إلى آخر المصحف. فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، سأل سائل والنازعات في ركعة، ويل المطففين وعبس في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، رواه البخاري ومسلم. من هذا حديث البخاري ومسلم عن طول قراءتي. لا الله يكمل. إذن هذه عن قراءة في ركعة واحدة، بس الواحد ينتبه إلى أحوال المصلين من خلفه، فهذا يقرأ أحيانا يتخولهم، يعني بهذا ما يزيد عليهم، يطول عليهم دائما، بحيث أن الناس اللي عندهم يعني مصالح وكذا، يعني مش دائما، بس هذا يدل على أن القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أحيانا طويلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم used to read in one ركعة similar سورة in one ركعة. And this is from the Mufassal. The Mufassal section of the Quran starts with Surah 50, Surah Qaf, all the way until the end of the Quran. So he would read, and they are similar in the topic, the subject of the Surah. If it was about the last day, what commandments, whatever. So they're similar, meaning they are from the Mufassal section, also similar meaning in topic. So he would read Surah Ar-Rahman, Surah 55, Al-Najm, Surah 53, in one rak'ah. Aqtarabat al-Sa'ah, Surah 44, Al-Haqqah, 69, one rak'ah. Al-Tur, 52, Al-Dariyat, 51, one rak'ah. Ida waqa'at, 56, Noon, 68, one rak'ah. Sa'al Sa'ilun, 70, Al-Nazi'at, 79, one rak'ah. Waynum al-Mutaffifin, 83, Abasa, 80, one rak'ah. Wal-Mudaffir, and Al-Muzammil, in one rak'ah. Mudaffir, 74, 73. هل أتى 76 لا أقسم يوم القيامة 75 من ركعة ما يتساءلون 78 المرسلات 77 من ركعة الدخان 44 إذا الشمس كورت 81 من ركعة البخاري ومسلم reported this hadith. أسألتك حلو، شو بترد اليوم؟ جايين عليك، سؤال كلامك صح، بس جايين عليك إن شاء الله. وكان أحياناً يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل. وكان أحياناً يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران، شو الترتيب؟ 2 4 3 صح؟ شو بعد البقرة؟ آل عمران. شو بعد آل عمران؟ البقرة كم ترتيبها؟ 2 4 3 هذا جوابك، بس هذا لاحظه في ركعة واحدة.
في ركعة واحدة. فرض يا شيخ فرض الله يسامحك. فرض. ورد الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة بركعتي الفجر 286 آية. قال له الصحابة: كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة في صلاة الليل. بس أنت مش صاحي معي زي ما أبو صلاح صاحي معي. قلنا: وكان أحيانا يجمع بين السور والسبت طوال في ركعة واحدة من صلاة الليل. قرب علينا شوي. جزاك الله خير. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم دين صلاة الليل قيام ان وان ركعة هي ريسايتد البقرة النساء آل عمران سورة 2 سورة 4 سورة 3 ان وان ركعة. Who can do that after رسول الله صلى الله عليه وسلم? Even the Sahabi who was with him during that night, he said he started al-Baqarah, I thought he's going to finish at 100, 200, he finished al-Baqarah, started al-Nisa, I thought 50, 100, finished it, same thing al-Imran, until it was too long, I wanted to do something evil. And the people asked him what? I said, I was going to sit down and let it keep standing. That was too long even for the Sahaba, but that was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام رواه الإمام مسلم والطحاوي. And he used to say that the best salah is that which has the longest qiyam. But this again is for salat al-layl, for yourself. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلغ. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى رواه الإمام أبو داود والبيهقي بسند صحيح. وهذا يشمل أنك تقرأ السورة هذه خارج الصلاة في داخلها. هذا مطلق هذا خارج الصلاة داخلها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. ليش ما قال فنعم؟ ليش ما قال سبحانك فنعم؟ صح، بس ليش ما قال فنعم؟ لا التوكيد زيادة، يعني ما لا يعني تأكيد عظم تأكيد يعني لا معروف بس لغة يعني أليس استفهام أليس هذا نفي ها نفي النفي إيه إثبات